يمكن واتساب يمكن انستغرام نعوده بشي حاجه اخرى. لا ضروري ما نقدروش نستغناو عليه، ضروري منه. طب اهم الفيسبوك، تقدري بارفوا تخدمي غير في الواتساب تصيفطي شي اوراق ديال الخدمه احسن من الفيسبوك. واش هضريتي مع العائله ديالك؟ يعني كتقرب لك بزاف ديال الحوايج. اللي قالوا باللي راه الفيسبوك غادي تبلوكا مع الواتساب، او تيقشا قالوا لي باللي راه كاينه و تيقشا. دابا حاليا دابا نقدر نستغنى عليه، حيت علاش؟ حيت ما عندوش ديك الاهميه، كيشغل البال وكيعمر لك وقتك وصافي. عرف الخو الخاوي. انا عندي فيسبوك. عندك؟ وحيدته. حيدتي علاش؟ ونظرا كاين بعض المواضيع كيطرقوا لها ما كتكونش في المستوى ديال المجتمع المغربي، وحنا مجتمع مسلم خصنا نحافظوا على الاسلام ديالنا ونعطيه صوره طيبه. فهمتيني؟ ما يمكنناش نهضروا في اي موضوع. حيدته انا كاع لبنتي. حيدتي لبناتك؟ اه. ايوا علاش؟ حيت هو اللي خرج لي على واحد بنتي كاع، ما قادروش يحيدوه كاع واخا تبغي كاع تحيدي لهم ويحيدوه، بقاش مبليين بيه بزاف. عندي فيسبوك ما نستغناش عليه، ولكن انا تنديبلوكي تنبلوكي كنشوف غير شي حوايج بسط وكنجمعو ما مساليش. وي عادي، كاينين ابليكاسيون اخرين بحال الواتساب. دونك فيسبوك ماشي مهم بالنسبه ليا، نقدر نعيش بلا بيه. بالانترنيت حيت ما كاينش غير الفيسبوك، كاين بزاف ديال ليزابليكاسيون. الناس حاليا تسطو راس التكنولوجيا ولا الطلب على الفيسبوك كثير. انا ما نكرهش الفيسبوك يتحيد كاع بمره ورجعوا حيت بالنسبه ليا كاين شحال من واحد تيخلي خدمته، كيخلي القرايه ديالو، الناس واحدين مع ولادهم، التربيه ما بقاش هي تربيه. علاش ما يمكنش؟ لا الحياه مستمره من جدودنا اللي هنا كان عندهم شي فيسبوك، مالهم ما عاشوش؟ وباش وصلنا لهذا المستوى اللي وصلنا له حنايا؟ ما كانوش جدودنا كان عندهم شي فيسبوك، كان عندهم شي راديو، كان عندهم شي تليفون، كان عندهم شي بورتابل، ما كان عندهمش. ورغم ذلك تطورت الحضاره والناس قرات ووعات وتشبتات بالحضاره والتقدم. اللي بغى التقدم لبلاده راه يوصل بالفيسبوك ولا من غير الفيسبوك. ماشي الفيسبوك راه وسيله، انك الا ما عندكش فيسبوك راه انسان ماشي متحضر. لا، كاين وسائل، كاين التلفازه، كاين الاذاعه، كاين جورنال، يمكن لك تشد الجورنال وتقراه. بعد الخطرات كنقراو شي حوايج اللي مفيدين، وبعد الخطرات كنلقاو شي حوايج اللي كيخسروا لنا الاخلاق ديالنا، وسيرتو الاخلاق ديال الاخلاق ديال المراهقين، او لا هما اللي هما ولادنا وبناتنا وخواتاتنا الناس اللي باقيين صغار. واحد الناحيه فيه واحد الحاجه اللي هي مفيده، كتقدر تستافد منها. كاين شي اخبار ما كيوصلوكش في التلفازه، كيوصلوك في سميتو في فيسبوك، كتعرف على شي حوايج اخرين. مستقبلا لا بد من الفيسبوك. شي حاجه اللي ما نكرهوش، رجعوا لذيك الوقت ما يبقى لا فيسبوك لا تليفون لا واتساب لا حتى شي حاجه، ونعيشوا مهنيين.